مشيعا لأسباب البر والخيرات، نافس إخوانه الأنبياء بطاعة الله والرضا، فنال أعلى الدرجات. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل الأوقات. أمين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد بلغنا مرحلة حاسمة في هذا الشهر الفضيل، مرحلة جعلها الله تعالى مسك الختام لشهر الطاعة والبر والإحسان. إنها مرحلة عتق الرقاب من النيران، إنها مرحلة الثلث الأخير من رمضان. ففي الثلث الأخير من شهر رمضان تفتح للمؤمنين أبواب الغفران، وتعتق رقاب الصائمين من النار. فهنيئا للمجتهدين في هذه الأيام بأنواع الطاعة والبر والإحسان، عملا بسنة النبي العداد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التهجد والاعتكاف وتلاوة القرآن طمعا في نيل العفو والغفران. روى الإمام مسلم قال: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وشد المأزم. فأحيوا أيها المؤمنون ما تبقى من ليالي هذا الشهر الفضيل بالذكر والدعاء والقرآن، فإن قيام الليل بطاعة الله تعالى سنة الأنبياء والمرسلين ودأب المتقين الصالحين. ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين لإحيائهم الليل بطاعته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم. وفي رواية قال: ومطردة للداهي عن الجسد. وصدق الله العظيم حين قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاحسان. سبحان من قضى بعظمته الرقاب، سبحان من نالت بقدرته الشدائد الصلاح، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الى كافه الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد والثبات على البر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
نجينا من عذاب السعير واجعلنا